مؤسسة مصير هي مؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة البحث العلمي والابتكار، هي مؤسسة أنشئت سنة 2007 واللي الآن فهي تابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببن غرير. هذه المؤسسة الهدف من الإنشاء ديالها هو القيام بواحد المجموعة من الأبحاث أو وضعت تحت رهن الاقتصاد الوطني منصة للبحث العلمي، وخاصة البحث العلمي التطبيقي اللي كيهدف أن نتائج البحث العلمي توصل للحقل الاقتصادي والشركات والسوق المغربية. فهذه المؤسسة كتعمل في ثلاث مجالات. المجال الأول هو مجال البيوتكنولوجيا، سواء البيوتكنولوجيا الطبية أو البيوتكنولوجيا الحيوية، كذلك فيما يخص المواد والمواد النانو مترية، وكذلك فيما يخص الإلكترونيك أو الإلكترونيك الدقيقة. فهذه المؤسسة منذ النشأة ديالها في سنة 2007 تتوفر حاليا على حوالي 200 باحث ومهندس مغربي ودكتور مغربي اللي تلقوا مجمع في المعظم ديالهم التعليم ديالهم بالمؤسسات وبالجامعات المغربية، وكذلك على منصة تكنولوجية حوالي 1750 متر مربع اللي كتوفر على مجموعة من المعدات جد متطورة اللي كتمكن المؤسسة من القيام بالأبحاث ديالها. حاليا المؤسسة توفر كذلك أو أنجزت حوالي 190 براءة اختراع، واللي حوالي عشرات منها يمكن أن تتحول إلى 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 السوق المغربية والسوق الجهوية ويكونوا وتمكن من إنشاء واحد المجموعة من المؤسسات. بموازاة مع ذلك هناك حوالي 700 مقال صحفي، مقال علمي عفوا، اللي أنجزته المؤسسة واللي تم النشر ديالو في مجموعة من المجلات العالمية فيما يخص تتبع نتائج البحوث العلمية. فبموازاة مع الجائحة منذ شهر مارس من سنة 2020 قامت المؤسسة عن طريق الإدارة ديالها بإعطاء انطلاقت واحد مجموعة من المشاريع اللي كان الهدف منها هو تقوية ترسانة الأدوات لمواجهة الجائحة، وخاصة في الشقين ديالها، شق التشخيص وكذلك في شق تتبع أو تشخيص بعض العينات السلبية والعينات الإيجابية. فكان خلال نهاية سنة 2020 الانطلاق ديال التصنيع ديال طقم التشخيص عن طريق طريقه الاخ تي بي سي ار اللي كيمكن من تشخيص داء الكوفيد، واللي هناك حاليا عبر المقاوله الناشئه مولدياك فهناك سد لمجمل الخصاص او الحاجيات المغرب في هذا المجال. بالموازاة مع ذلك خلال الاسابيع الاخيره اعلنت المؤسسه عن وضع جهاز جديد اللي كيتسمى جهاز سريع كوفيد 19 إيير أو رابيد كوفيد 19 إيير، اللي هو جهاز كيعمل بتقنية تحليل الضوء، تحليل الطيف الضوئي للضوء تحت الأحمر ومجموعة من الخوارزميات أو لي سيستم امباركي اللي كيمكننا من تشخيص العينات وخاصة العينات السلبية في نطاق وضع واحد مجموعة من الأجهزة وخاصة للنشيز الاقتصادي لمواكبة العودة إلى التصنيع للحياة اليومية واستئناف العمل الاقتصادي في مجموعة من المؤسسات. ما يمكن أن أقوله لكم في مجال الملكية الصناعية بصفة عامة وبراءة الاختراع بصفة خاصة هو أن عرفت واحد طفرة نوعية في العشر سنوات الأخيرة بفضل جوز العوامل، كان العامل ديال القوانين اللي تطورت في المغرب واللي كتواكب القوانين الدولية فيما يخص قوانين الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. الجانب الثاني هو يعني هذا لجوء المؤسسات البحث العلمي ومن بينها الجامعات والمعاهد ديال البحث العلمي لهذا المجال ديال الاستثمار في الملكية الصناعية بصفة عامة ومن بينها براءة الاختراع اللي هي كتكون هو كما تقولوا الباب الأول في مجال الاستثمار. وفي هذا الإطار هذا مثلا مؤسسة مصير هي واحد النموذج يعني حي، لأن الحمد لله الآن بعد واحد المدة تقريبا أكثر من 10 سنوات من الوجود عندنا واحد العدد كافي من براءة الاختراع اللي تجاوزت حوالي 180 براءة اختراع اللي عندها تواجد أيضا شبهها ودي قاري في إفريقيا، بالأخص عندنا براءة اختراع في المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية واللي الحمد لله بدينا الاستثمار ديالها الان بفضل مجموعه ديال المشاريع اللي بديناها، بينها مثلا المؤسسه داك شركه مولدياك اللي متخصصه في انتاج
هاد وسائل تشخيص الكوفيد 19، واللي الحمد لله احنا عندنا واحد الرياده الان في السوق الوطني بفضل ايضا المساعده والتضافر ديال الشركاء ديالنا بينهم وزاره الصحه ووزاره الداخليه واللي سي اش يو واللي ساعدونا باش وصلنا اننا الحمد لله الان وضعنا في السوق المنتوج اللي كيخدم اولا الصالح الوطني هو قبل كل شيء، واللي كيمكننا اننا الان يكون عندنا واحد يعني اتجاه نحو المستقبل في تطوير يعني حلول اخرى. الو كاين هذا الجانب هذا الو مصير يعني اهم شيء يعني كتوضع براءه الاختراع لان كتمكنها باش كما تيقولوا باش تحمي الاستثمار ديالها في مجال البحث العلمي، وثانيا كتمكنها باش تبدا تدخل في يعني مفاوضات مع شركاء صناعيين واقتصاديين باش تقدر توصل بهذه المنتوجات اللي هي في الاصل كتكون يعني كما تيقولوا حنا منتوج لا مادي باش تطوروا واللي منتوجات مطروحه للسوق. ودوك هاد المساله هذه الحمد لله راه غاديه في واحد التطور كبير، لاننا الان عندنا تقريبا حوالي تقريبا 6 مشاريع ديال مقاولات ناشئه اللي كلها كتستعمل براءه الاختراع في الاساس داكور، وعندنا تقريبا واحد الرغبه باش في 2021 غيكون عندنا واحد يعني واحد واحد الدخول للسوق بتقريبا واحد جوج ديال المنتوجات الجديده ان شاء الله.